السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تفضلوا استراحة. تفضلوا. سيداتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. يا مصر دعوت الله يبقيك لنا وطنا فارتقت صلواتنا على ثراك، وكنوز الأرض تعجز أن تساوي رداء العزة والكرامة تحمله يداك. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الجمع الكريم، هناك لحظات في حياتنا لا تقاس بوحدات الزمن، وفي مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد ذكريات أيام مجد خالدات يرتدي فيه رجال الشرطة تيجان الكرامة والريادة احتفالاً بذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية. إنها ذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة والتي جسدت وقائعها بطولات الشرطة المصرية ونضال شعب أبي وقفوا في تلاحم فريد أمام أقوى الجيوش وأحدث الأسلحة. واليوم تظل القيم على ثباتها وتتواصل جهود رجال الشرطة في المشاركة والعطاء لتأمين مسيرة العمل الوطني نحو التقدم والتنمية والازدهار والرخاء. يؤدون واجبهم ورسالتهم في عزة وكبرياء، يقفون مع أبناء شعبهم في تلاحم وترابط كما بشرنا بذلك المصطفى خاتم الأنبياء. مع خير بداية ومبتدأ، قبس من نور القرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ليجزي الله الصادق
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم.